انضم الينا من بيروت ضيفنا الدكتور محمود حلبلب استاذ علم الفيروسات اهلا بك دكتور محمود وانضم الينا ايضا عبر خدمه سكايب من باريس الدكتور انطوان اشقر اخصائي الامراض الصدريه اهلا بكما على شاشه الغد ابدا معك ضيفي من بيروت الدكتور محمود ما حقيقه هذا الطرح يا دكتور الفيروس يترك اثرا في جسد الانسان حتى بعد الشفاء من الفيروس مساء الخير لحضرتك مساء. لضيفك الكريم والسادة المشاهدين كما العادة مع هذا الفيروس كل بضعة أيام نسمع عنه أشياء جديدة وتعامله مع جسم الإنسان بطريقة غريبة جدا لم أرى في حياتي من خلال خبرتي المتواضعة الخمسة وثلاثين عام في علم الجراثيم لم أرى لحد الان فيروس او ميكروب شرير بهذه الطريقه ولكن لابد ان يكون هنالك نقطه ضعف في النهايه الوقت كفيل بهذا سنصل في النهايه ان شاء الله الى الى حل ولكن احب احب ان اضيف هنا ايضا ان اثره قد يكون اكثر من الكلى ومن القلب من الكبد من الجهاز التنفسي هناك البارحه حديث عن تاثيره على الدماغ هناك بعض الدراسات الحديثه الان تقول ان هذا الفيروس قد يصل الى الدماغ وصوله الى الدماغ طبعا هذه مشكله كبيره جدا وصوله الى المخ مهم جدا من ناحيه العلاج من, من ناحية اي زاويه دكتور محمود التاثير على خلايا المخ على الذاكره على التركيز لا احد يعلم حتى الان ولكن الفيروس ان ثبت انه قد يصل الى الدماغ ممكن ان يحدث دمج او ضرر في الاعصاب نفسها وهنالك بعض الدراسات تقول ان الفيروس كان موجود في السائل النخاعي لبعض مرضى الكوفيد 19 وبالتالي وجوده في هذا السائل معناه انه هنالك فرصه كبيره انه قد يصل الى الدماغ. والاخطر من هذا مع المدى الطويل هنالك بعض الفيروسات التي قد تبقى نائمه في الدماغ لفترات طويله مثل الهربس مثلا وغيره هناك فيروسات تنام في في الجسم وممكن بعد فتره يحصل لها تنشيط واعاده التهاب في 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 المخ طيب او في داني دكتور محمود الاخرى. استطلع اراء دكتور انطوان اشقر ضيفنا من باريس سارس وميرس يا دكتور انطوان من نفس العائله كورونا. هل لهما نفس التاثير وربما الوصول الى دماغ الانسان؟ مساء الخير. نحن نعلم مضاعفات أحفاده أو أخوته لأخوته للكوفيد 19 الميرس والساس وغير فيروسات كما تفضل وقال زميلي ونحن نعلم أن تأثيرهم خاصة بعد ضرب الرئتين قد يكون حاد وبعد ضعف حاد يتطلب العناية الفائقة و التنفس الاصطناعي لمده اسبوعين او ثلاثه ما قد ينتج عنه مضاعفات لا نعرف بالوقت الحاضر ما هي نسبتها ولكن مقارنه بما حدث مع بقيه الفيروسات كالسارس والمارس هناك في مثلا في الرئه يمكن ان يكون تليف بمعنى ان الرئتين بتنشف بتصير حاده لا يمكن لها ان تستعمل او تنتفخ بشكل طبيعي مم. هذا ما يسمى بتليف الرئتين وهو للاسف مرض مزمن يتطلب في بعض الاحيان مراقبه متواصله او بعض الاحيان يتطلب حتى, بعد من يتطلب. حتى, بعد حتى بعد الشفاء من الفيروس حتى بعد الشفاء حتى بعد الشفاء وبالامس صدرت ارشادات من منظمه من جمعيه الفرنسيه للاطباء الصدريه لمراقبه كل مريض يصاب بالرئتين اكانت الاصابه خفيفه متوسطه او حاده على فتره زمنيه طويله ابتداء من ثلاثه اشهر بعد اصابتها ونحن نعلم ان الرئه والقلب والدماغ في حالة الإصابة أي عندما تكون الخلية قد ماتت لا تشد لا تتجدد لهذا السبب هناك مضاعفات بعد الإصابة عندما طيب. يصاب الشخص بفالج حتى هذه النقطة الخلايا العصبية لا تتجدد طيب خلايا القلب لا تتجدد وخلايا الرئة لا تتجدد طيب يا دكتور مفهوم أنا الفيروس وحضرتك كنت معي على الهواء قبل ربما عشرة أيام وذكرنا بوضوح ان الفيروس يهاجم المنطقه الصدر والرئتين. مفهوم مساله بقاء هذه الالتهابات ربما بصوره مزمنه، لكن الكلى والكبد والجهاز الهضمي والان كما تفضل دكتور محمود من بيروت الدماغ، هذه امور ربما جديده ومحيره للكوفيد 19 فيروس كورونا اليس كذلك؟ لماذا هذه الأمان؟ ليست بالحقيقه نحن نعلم اشياء كثيره عن الكوفيد 19، نحن نعلم ان الاصابات تؤدي إلى نقص في جميع الأعضاء. هلا بالطبع الرئتين معرضتين أكثر من غيرهم لأنه الفيروس بفوت بالجهاز التنفسي ولكن هذا الفيروس يؤدي إلى عاصفة التهابية تؤثر أو تعمل تختير بالدم، يعني تصيب الأوردة الدموية، الأوعية الدموية وتخترها يعني بتسكرها. هل... نحن نعلم ان الاوعيه الدمويه تنتشر في كافه الاعضاء اكان طبعًا. الدماغ طبعًا. أو... او القلب او الرئتين او الكليه او الكبد او الجهاز الهضمي جميع الاعضاء يمكن ان تصاب بالفيروس ولكن الخطر هنا هو الدماغ خاصه والرئه والقلب لانه كما قلت الخلايا لا تتجدد اما الكبد حتى لو انصاب الكبد تقريبا كله بيكفي يكون في شقفه صغير من الكبد حتى تتجدد وتعيد انتاج كبد طيب. شافي طيب. اما الكلية ليست عضو تؤدي الى وفاه الا في حال النقصان لانه يمكن لمريض الكلى ان نعمل له غسيل كلي انما عندما تصاب الرئتان والقلب لا يشفيهما الا زرع الاعضاء طبعا للاسف طبعا دكتور محمود مساله وصول الامر الى الدم سيركيليشن في كل في كل جسد الانسان يعني الدوره الدمويه تمر على جميع الخلايا وجميع الاجهزه داخل جسد الانسان اي ان الامر الانسان برمته معرض للاصابه بالفيروس ومعرض بعد الشفاء من الفيروس ان يبقى مريضا بامراض اخرى في كل جهاز داخل جسد الإنسان صحيحة هذه الجملة طبيا أو علميا آه الفيروس لما يكون موجود في آه البلاد طبعا في, في الدم آه يذهب إلى كل أعضاء الجسم صحيح. هذه واحد اثنين آه لما آه لما يحصل دمج في الأعضاء على حسب العضو كما ذكر الدكتور أنطوان آه إذا الضرر في القلب خلايا القلب لا تتجدد. وكذلك الرئة. الدماغ. وكذلك الأعصاب. <applause> وبالتالي هذه الأعضاء لن تتجدد أو لن تعود إلى طبيعتها في العمل. ولكن نقطة مهمة جدا. أن هذا الفيروس له مستقبلات تقريبا في كل جسم الإنسان. وبالتالي وجوده في الدم ممكن ان يلتصق على هذه المستقبلات ويسبب عدوى او يسبب ضرر في هذه الاعضاء مع كل الاعمار يا دكتور محمود مع مع الطفل مع الشاب مع الشيخ او الكهل مع كل الاعمار الوقت كفيل في الاجابه على هذا السؤال نحن نعلم الاطفال ليس لديهم رده فعل كبيرة مثل الشباب أو كبار السن مثلا يمكن لديهم مستقبلات أقل هؤلاء الأطفال أو طيب، جهاز هل بالضرورة المناعة أن الإصابة بالفيروس يا دكتور هل بالضرورة أن يصل الفيروس إلى الدم وبالتالي يصل إلى جميع أجهزة الإنسان هل بالضرورة يصل ونعلم أن كوفيد 19 فيروس الكوفيد 19 موجود في الدم وغالبا ما يأتي من الرئة لأن الرئة طبعا هي التركيز الالتهاب هو في الرئة ووجود التهابات وضرر في خلايا الرئة ونحن نعلم أن معظم الدم يكون في الرئة لإعادة الأكسجين عليه وبالتالي هروب الفيروس من الرئة إلى الدم سهل جدا ومن هنالك ممكن ان 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 يذهب الى اي مكان ثاني طيب او يا اي دكتور عضو في الجسم كيف تظهر علامات الخلل على الانسان هل تظهر في كل هذه الاجهزه دفعه واحده ربما ام في حاله تدرج اي البدايه بالرئه ثم الجهاز الهضمي ثم القلب ثم الدماغ كيف يتم الترتيب هنا وكيف يمكن للانسان متابعه حالته حتى مع الاطباء من الصعب جدا الإجابة بدقة على سؤالك أولا عندما يصاب الإنسان بفيروس الكوفيد 19 بأغلب الأحيان يعني بحوالي 80% ليس هناك عوارض أو سريرية أو خطيرة إنما يكون هناك من حرارة مرتفعة أو وجع في الدماغ أو عطس نحن نطلب منه أن يراقب حرارته ولكن الخطر هنا والخطر الوحيد هو بداية ضيق بالتنفس عندما يبدأ ضيق بالتنفس نطلب منه الذهاب فورا إلى المستشفيات لماذا؟ لأنه في خلال من أيام الفيروس يتكاثر في الجسم وعندما يصيب الرئتين يصيب نقص حاد نقص حاد بالأكسجين مما يسبب بضيق نقص بديق تنفس صعب جدا وسرعه دقات القلب هنا نعلم انه هناك عاصفه التهابيه وتخثر بالدم معناتها الشرايين تتسكن مثل ما قلت بالانجليزي كلوت او كيوب الفرنسي مفهوم, مفهوم الشرايين هذا الكلوت ممكن ان يصيب اي اجهزه اي وريد في في الجسم لكن لا اعلم يا دكتور الدماغ... انطوان يعني هل هذه درجه متقدمه من الاصابه حينما يصل الانسان او حتى الطبيب بالمناسبه الى درجه ضيق التنفس هذه درجه مرتفعه من الاصابه يفترض ان يكون لا. قبل ذلك في متابعه مع الطبيب اليس كذلك ام فقط قبل هذه لا. لا. المرحله الحجر المنزلي كافي نحن نحن نراقب المصيب المصاب عفوا بالفيروس نراقبه مثلا عندما نكتشف ان هناك شخص مصاب بالفيروس هناك مراقبه اداريه وطبيه يوميه مرتين في النهار يتم الاتصال إيه؟ به مساء وصباحا ونستعلم عنه يعني عنده تشيك ليست بده يعبيها ويقلنا اذا معه حراره اذا معه وجع بالراس اذا نظره خف <applause> إذا معه دقة قلب سريعة، إذا من عنده من دي البيت نفس، يا تنفس أو عنده أي وجع من البيت، وهذا تحليل؟ يطل... نعم هذه تحاليل من نعم. البيت؟ نعم، هذه تحليل على التليفون أو بال... مثل سكايب مثلا، ممكن مهم. مراقبته بالفيديو طيب و... وعلى حال... الأخصائي، على الطبيب نعم هل نفس حال... نفس الشيء؟ نفس الشيء. وعندما يقول لنا أنه عنده ضيق تنفس أو تنفس سريع نطلب منه المجيء إلى المستشفى لدخوله المستشفى وبالطبع علاجه ومراقبته لأنه عندما تبدأ العاصفة الالتهابية والخطر يكمن هنا بعد 8 أيام أو 10 أيام من بداية العوارض السريرية إذا مر أكثر من 12 يوم يكون الخطر قد تجاوزناه طيب ع... ع... أما عندما يذبح في ضيق تنفس باليوم العاشر هناك خطر تطور ودخول العنايه الفائقه. طيب اقل من دقيقه دكتور محمود اختم معك هذا الحوار والنقاش، هل يشفى المرء من هذه التبعات بعد الشفاء من الكوفيد 19 او فيروس كورونا المستجد ام تبقى معه يا دكتور طيله حياته؟ أم أم ليس هنالك اجابه دقيقه على هذا السؤال الوقت كفيل في الاجابه على هذا السؤال ولكن ولكن لو كان فعلا الفيروس قد يصل الى الدماغ العوارض او راح يكون في عندنا مشكله طويله الامد في الدماغ على حسب المنطقه التي يحصل فيها الضرر وهنالك طبعا ولا يجب ان اخيف هنا الامهات طبعا ولكن المولودون لدى الامهات اللي كانوا مصابون في هذا الفيروس قد يكون لديهم مشاكل في تطور هذا الطفل هنالك فيروسات مثل الزيكا وفيروس الجدري يحدث في بدايه الحمل قد يحدث آآ آآ ضرر على المدى الطويل وفي تطوير الأطفال ولكن حتى الآن لا نقدر أن نتكهن ماذا سيحصل ولكن ولكن أود أن أضيف هنا وأطمئن في أن ممكن سيناريو سيناريو oc سي 43 هو كورونا فيروس الذي قد يكون هنالك دراسة تقول أن الإنفلونزا الروسية عام 1889 حدثت قتلت مليون شخص يومها لم تكون انفلونزا وهنالك قول انها كانت كورونا فيروس اللي هو الاو سي 43 الذي هو موجود معنا اليوم وهو موسمي ويحدث زكام عادي في فصل الشتاء عند الناس، نتمنى شكرا. ان الكوفيد 19 يمشي في هذا السيناريو ونصل الى حل هذه المشكله. يا رب شفى الله الجميع، شكرا جزيلا لضيفي شاشه الغد. من بيروت الدكتور محمود حلبلب استاذ علم الفيروسات شكرا جزيلا دكتور محمود ومن باريس الدكتور انطوان اشقر اخصائي الامراض الصدريه شكرا جزيلا دكتور انطوان على كل ما تفضلت به